فضيلتك مشكورا. فضيلة الشيخ احمد اشرت الى فكره تبوير الارض ضمنيا من باب احياء الارض في علم الفقه. ضمنيا ده امر غير مقبول شكلا وموضوعا في شريعه الاسلام. نعم. ولكن ربما يعني قد يضطر البعض في بعض قرانا انه يبور حته ارض صغيره لكي يبني عليها بيت توسعه له ولعياله، مثلا حد من عياله عايز يتجوز او ما شابه، فمش قدامه اي بدائل اخرى. ما حكمه؟ البناء على الأرض الزراعية يعني. او تبوير الارض عشان يبني عليها. نعم. هو في الحقيقة من خلال الواقع المصري بتاعنا بالذات، القانون أيضا نظم هذا. قبل ما أقول القانون قال إيه، في حاجة كده تملي بتحصل، يعني هي كأن في تعارض في ذهن الناس بين الشريعة وبين القانون. فلما باجي أقول لحد مثلا خلي بالك القانون بيقول كذا، يقول يا عم الشيخ أنا ماليش دعوة بالقانون، أنا عايز أعرف الشريعة بتقول إيه. فكأن في ذهنه إن الشريعة دي في سكة والقانون في سكة. إحنا عندنا ثلاث دوائر. دايرة بتاعت المحرم والواجب قطعا، ودايرة بتاعت المسكوت عنه في الشريعة الإسلامية، ودايرة بتاعت محل الخلاف. فيجي ولي الأمر ما يسنش أي شيء يخالف المقطوع به في الشريعة الإسلامية، ويجي للأمور المختلف فيها يختار ما بين أقوال العلماء اللي يناسب الناس في هذا العصر. طب المساحة المسكوت عنها دي العلماء يسموها المصلحة المرسلة، يعني الشرع ما قالناش فيها اعمل او ما تعملش، ده سابها ليك من قبيل المباح. فيجي ولي الامر يتدخل في هذا المباح فيقيده. طب ما انا عندي ارض، الارض دي بتاعتي ملكي، ومن مقتضى الملكيه ان انا حر التصرف، اتصرف فيها براحتي كيفما شئت. فيجي ولي الامر يقول لي خلي بالك تصرفك براحتك ده هيعود بالمفسده على عموم الناس، فانا هغل ايدك وهقيد تصرفك في ملكك. ده مخالف للشريعة، ده القانون الوضعي. لا، مش مخالف للشريعة ولا القانون الوضعي بالمعنى المذموم. هو القانون الوضعي لانه مش منصوص عليه بخصوصه في الشرع، لكن ده من سلطات ولي الامر اللي ربنا امرنا بطاعته في قوله تعالى واطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. فطاعة ولي الامر واجبة، والنبي عليه الصلاة والسلام امرنا بطاعة ولي الامر ما لم يكن اثما. فيبقى القانون بقى جه قال ايه؟ جه قال في نفس القانون اللي انا اشرت اليه في ال 53 لسنه 66، 53 66 اللي اتعدل في 2 85، برضه جرم البناء على الارض الزراعيه، وجعل ان ده مترتب عليه عقوبه جنائيه فيها سجن ومعاه غرامه تصل الى 50,000 جنيه. وبعدين علشان ما يضيقش على الناس عمل استثناءات علشان ما يبقاش قراره تعسفي، فقال والله خلي بالك احنا هنمنع المساس بالارض الزراعيه لان دي مساله امن قومي، وهقول لك امن قومي ليه، لكن زمام القرى هنسمح بالبناء في الجزء المتعلق، الجزء اللي الناس اعتادت ان هي يبقى فيه عمران، واستثنى كده مجموعه حاجات علشان ما يضيقش على الناس. ليه بقى مساله امن قومي؟ لان دلوقتي زي ما اشرت قبل كده ان انت مطلوب منك تحقق الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي ده كان هو اول حاجه المستعمر دائما يتغيى ان هو يضربها ويضعفها عند الجهه اللي هو بيستعمرها عشان تفضل محتاجه اليه. الاكتفاء الذاتي زي ما قلت هم الخبراء بيقولوا احنا محتاجين ننط من 4% ل 8%. ما تجيش انت عشان مصلحتك الذاتيه الشخصيه تضرب بكل ده عرض الحائط وتقول لا دي ارضي انا حر اعمل فيها اللي انت عاوزه، انا اللي اعمل فيها اللي انا عاوزه. الكلام ده لو ما فيش ما ينظم هذه الاشياء. فيبقى القانون بينظم هذا، ده اصلا من قبيل المباح، تصرف ولي الامر له ان يقيد المباح طاعه القوانين المنظمه لهذه الامور التي هي تصب في المصلحه العامه، واجب الانصياع لها ويحرم مخالفتها. عظيم.